طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة دي المحاضرة الثانية في السوركس لونج أند بلورا. هنتكلم فيها عن البلورا والبلورال كافيتيز واللونجز. طيب، البلورا is seen سين سيروس من برين ذات consists of برايتال بلورا وفيزرال بلورا اللي هي اسمها بولمونري بلورا. البرايت البلورا لاين ذا انر سيرفيس اوف ثوراسيك وول اند ذا ميدياستينا اند كونسيست اوف فور بارس كوستال دايفراماتيك ميدياستينال اند سيرفايكال بار اللي هو دي اللنج. زي ما عارفين عندنا تو لنجز، اوكي، دي رايت لنج ودي ليفت لنج، اوكي، دي هنا الرايت لنج ودي الليفت لنج. طيب، اللنج سراوندد بحاجه اسمها بلورا. البلورا اللي هي البلورا دي من برين يعني غشاء، اللي هي البلورا اللاصقة في اللنج دي اسمها فيزرال بلورا، والبلورا البعيدة من اللنج اللاصقة في الشيست وول دي اسمها برايت البلورا، والسبيس اللي بيناتهم سبيس يعني مساحة، المساحة اللي بيناتهم دي اسمها شنو اسمها بلورا الكافيتي، والسبيس ده بكون جوا فيه في فلويد سمول اماونت اوف فلويد اللي هي اسمها بلورا الفلويد. دي الغرض منها تلبريكيت الموفمنت اوف ذا لنج، اوكي، عشان اللنج وهي بتتحرك مع الانسبيريشن والاكسبيريشن البلورا الفلويد بيشتغل از بيبريكان. طيب، البرايت البلورا ذاتها عندي الاذر بارس اوف ذا تشست، الجزء في النص ما فيه لنج من التشست ده اسمه ميدياستين، ان شاء الله هنتكلم عنه في المحاضره الرابعة ان شاء الله. الجزء اللاترال ده من الكيست ده اللي هو الكيست وول اللي هو اتكلمنا عنه في المحاضرة اللي فاتت، هنا الريبس وبين الريبس دي الانتركوستال سبيسز، والجزء الفوق ده اللي هو ده الثوراسيك او تلاتة والثوراسيك اللي قلناه والمرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت. طيب، تحت دي الديفرام، اوكي. طيب، البراية البلورة اللي هي البلورة البعيدة من اللي على الكيست وول بنقسمها لـ 4 بارز. الجزء اللي على الميدياستينم ده اسمه ميدياستين البلورا، الجزء الفوق اللي على الابكس اوف ذا لنج ده اسمه شنو؟ ده اسمه اللي هو دي الكيوبولا والسيرفايكال بلورا، دي اسمها سيرفايكال بلورا، اوكي. الجزء اللي على الثوراسيك وول اللي هو على الريبس وعلى الكوستال كارتري اسمه كوستال بلورا، والجزء التحت على الديفرام الزبيز اوف ذا لنج، بيز يعني قاعدة الزبيز اوف ذا لنج، الجزء التحت ده اسمه شنو؟ ده اسمه ديفراماتيك بلورا، يعني البراية البلورا ذاتها 4 بارس، اوكي. طيب، هنا برضو زي ما شايفين ده الريبس دي الانتركوستال سبيس، بعدهم في شنو؟ بعدهم في البراية البلورا، اوكي. قبل البراية البلورا في حاجة اسمها اندوثوراسيك فيشيا، بعدين اندوثوراسيك فيشيا عند البراية البلورا، بعد البلورا الكافيتي، بعد الفيزرا البلورا، بعد الفيزرا البلورا دي اللنج اللي هنا زي ما شايفين، دي اللنج كفر بالفيزرا البلورا ودي البراية البلورا وبيناتهم شنو؟ بيناتهم البلورا الكافيتي، اوكي. طيب، هنا دي الريبس ودي النيروفاسكولار البندل اللي هي الفان ماشية في السبكوستال جروف، اوكي، دي بين المسلز اللي هي بين الانترنال انتركوستال والانر موست. طيب، السيرفايكال بلورا او اسمها الثاني الكيوبولا it is the dome of the pleura، dome يعني قبة، it project into the neck above the pharynx rib، it is reinforced by Simpson's fascia اللي هي suprapleural membrane. طيب، project into the neck above the pharynx rib يعني البلورا بتطلع فوق، يعني ده الفيريس ريب طالع فوق للليفل بتاع الفيريس ريب، عشان كده مرات زول بيجينا باستاب نيك، استاب ووند في النيك، استاب ووند يعني طعمه في النيك مثلا، ويكون عنده انجري في اللنك. ليه؟ لانه الابكس اوف ذا لنك اكستند لحد النيك فوق، اوكي، ابوف للليفل بتاع الفيريس ريب، اوكي، يعني ابوف للثوراسيك انليت اللي هي دي الثوراسيك انليت اللي هو انتيريور قلنا بالمانيبريوم لاترالي التو فيريس ريبس bounded posteriorly بشنو بال T1 او الثوراسيك فيرتبرا رقم واحد، دي الاستراكشرز اللي بتطلع وبتدخل بالثوراسيك انليت والثوراسيك اوتليت، اوكي. هنا عندنا التراكيه، هنا عندنا الاسوفاجس، دي السيرفايكال بلورا اللي هي كفر اللنك، اوكي، في التو سايدز اللي هو هنا السيرفايكال بلورا، تمام. طيب، سيبسون فيشيا او السوبرا بلورا ممبرين سيكند بورشن اوف ذا اندوثوراسيك فيشيا
attached to the first rib and the transverse process of the seventh cervical vertebra. Separated from thoracic wall by the endothoracic fascia. Endothoracic fascia is an extra pleural fascial sheath lining the thoracic wall. اللي هو ده شنو ده السيبسونس فيشيا أو السوبر بلورال ميمبرين اللي هو اكستندد من الفيريس ريب لحد الترانسفيرس بروسيس بتاع السيرفايكال فيرتبرا رقم 7 وهو عبارة عن سيكنينج في الاندوثوراسيك فيشيا اللي هو هنا دي إذا كان دي السيرفايكال بلورا اللي هي جزء من البراية البلورا اوكي هنا عندي شنو عندي الاندوثوراسيك فيشيا ودي شنو ده اسمه سوبر بلورال ميمبرين أو سيبسونس فيشيا اللي هي بتقوي الحتة دي فوق ليها بنلقى الفيزلز بتحت النك اوكي طيب اللي هي هنا دي اللي هو ده الاتاشمنت بتاع شنو بتاع السوبرا بلورا ميمبرين او السيبسونس فيشيا للفيريس ريب والترانسفيرس بروسيس اوف ذا سي 7 فيرتبرا وهو بيغطي شنو بغطي السيرفايكال بلورا او الكيوبولا طيب اللي هو ده السيبسونس فيشيا والسوبرا بلورا ميمبرين طيب الانيرفيشن اوف ذا بلورال براية البلورا از فيري سنسيتيف تو بين اكوست البلورا اند ذا بريفرال بورشن اوف ذا ديفراماتيك بلورا انيرفيتد باي انتركوستال نيرفز سنترال بورشن اوف ذا ديفراماتيك بلورا اند ميدياستين البلورا انيرفيتد باي ذا فرينيك نيرف اللي هو براية البلورا دي الانيرفيشن بتاع زي الانيرفيشن بتاع السكن اللي هو الكوستال بارت بتاع على الريبس انيرفيتد بالانتركوستال نيرفز اللي هي الانتركوستال نيرفز الماشيه في الريب الجزء على الديفرام وعلى المدياستينم ده انيرفيتد بشنو بنيرف اسمه فرينيك نيرف هنتكلم عنه لما نيجي نقرا المدياستينم اللي هو نيرف ماشي للديفرام بدينا انيرفيشن للديفراماتيك بلورا ولا شنو للمدياستين البلورا اللي هم اجزاء من البراية البلورا اللي هي البراية البلورا سنسيتيف للبين للتمبريشر للتطش كده براية البلورة ما الفيزر البلورة سنسيتيف للاسترتش عشان كده انيرفيتد بشنو انيرفيتد بالفيجاس نيرف طيب نفس الانيرفيشن بتاع اللنك بلس سبلاي براية البلورة مينلي سبلايد باي برانشز اوف ذا انترنال ثوراسيك سوبيريور فرينيك بوستيريور انتركوستال اند سوبيريور انتركوستال ارتريز الانترنال ثوراسيك او الانترنال ماماري ارتري اتكلمنا عنه كسوبيريور فرينيك هنتكلم عنه بوستيريور انتركوستال ان سوبيريور انتركوستال ارتريز ده كلهم هنتكلم عنه ولما نيجي نتكلم عن المدياسي اوكي طيب فيزرال بلورا سبلايد باي ذا برونكيال ارتريز اللي هي الفيزرال بلورا عندها نفس البلس سبلاي اوف ذا لانك البرايه البلورا عندها نفس البلس سبلاي اوف ذا وول اوكي طيب البلمونر ليجمنت ات از تو لاير فيرتيكال فولد اوف ميدياستين البلورا ات اكستند الونج ذا ميدياستين سيرفيس اوف ايتش لانج فروم ذا هايلس تو ذا بيس اللي هو الديفراماتيك سيرفيس ان اند ان افريك فالسيفورم بوردر ات از سبورتس ذا لانج ان ذا بلورال ساك باي ريتينينج ذا لور بارت اوف ذا لانج ان بوزيشن اللي هو البلورال ليجمنت ده هو البلورال ليجمنت اللي هو فولد بينزل من المدياستينال سيرفيس او المدياستينال بلورا من الهايلم الحته دي في اللنج اللي هو الباب اللي بتخش بيه الاستراكشرز والفيزل لللنج ده نسميه هايلم اوف ذا لنج منه بتنزل الفولد من المدياستينال بلورا بكون سيك فولد سيك يعني حاجه تخينه وقويه اوكي بيثبت اللنج في مكانه على شنو على الديفرام اللي هو اسمه شنو اسمه بالمونري ليجامنت اوكي وفي البلمونري ليجمنت بنلقى نيرف بنلقى ارتري اسمه بريكاردو فرينيك ارتري ونيرف اسمه فرينيك نيرف الاثنين بنلقاهم في شنو في البلمونري ليجمنت اللي هو ده البلمونري ليجمنت دي اللنج دي الرايت لنج ودي الليفت لنج من كل لنج بيكون في بلمونري ليجمنت نازل من المكان بتاع الهايلم اوف ذا لنج مثبته مع شنو مع الديافرام الفيزرال بلورا اللي هي اسمها بلمونري بلورا بلمونري يعني لنج intimately invades the lung and invaginate into all of its fissure. It's supplied by bronchial artery. Venous blood is drained by pulmonary veins. اللي هي هنا الفيزرال بلورا دي شنو دي هي surrounding the lung. اوكي وعندها نفس الانيرفيشن بتاع اللنج ونفس البلس سبلاي بتاع اللنج. البلس سبلاي بالبرونكيال ارتريز والفينوس درينج بالبلمونري فينس. It is insensitive to pain يعني هي ما زي البراية البلورة البراية البلورة sensitive to pain لكن دي insensitive to pain ليه
لانه الانرفيشن بتاعه فيزرال انرفيشن، والفيزرا ما فيها سنسيشن للبين، فيها سنسيشن للاسترس. تي سنسيتيف تو ستريس. لما نقول فيزرا، فيزرا يعني الانترنال اورجانس، كان ليفر، ستمك، سبلين، كدني، لنج، هارت، فيزرا اسمها. اوكي، ات كونتين فيزوموتور فايبر اند سنسوري اندينجز اوف فيجال اوريجين which may be involved in respiratory reflexes. اوكي، الانرفيشن بتاعه زي ما قلنا بالفيجاس نير. هنتكلم عن الانرفيشن اكتر في نهايه الليكشر ان شاء الله. طيب، البلورال كافيتي is a potential space between the parietal and visceral pleural. It present a closed sac with no communication between right and left bars. اللي هو البلورال كافيتي، عندي تو بلورال كافيتي، ودي معلومه مهمه شديده، عندي رايت بلورال كافيتي وليفت بلورال كافيتي، وما في كوميونيكيشن بين الاثنين. يعني لو في بلط في الراي في في في, في الرايت بلورال كافيتي ما بيمشي للليفت سايد، ولو في بلط في الليفت سايد ما بيجي لوين؟ ما بيجي للرايت سايد. اوكي، طيب البرايت البلورا اللي هو ده البلورا الكافيتي، دي الفيزرا البلورا. لاحظ انه عندي رايت بلورا الكافيتي ولفت بلورا الكافيتي، وبيناتهم الاسباس اللي بيناتهم دي اسمها ميدياستنا، ما في اي كوميونيكيشن بين الرايت واللفت سايد. البلورا الفلويد it is a film of fluid within the pleural cavity that lubricate the surface of the pleura and facilitate movement of the lung. اوكي، اللي هو البلورا الفلويد قلنا هو فلويد قاعد في البلورا الكافيتي ده لبريكيت الموفمنت اوف ذا لانج. طيب البلورا ريسيس اللي هي دي سبيسز بتتجمع فيها الفلويد في البلورا الكافيتي، يعني لو في بلط لو في حاجه في البلورا الكافيتي. عندي حاجه اسمها كوستو ديفراماتيك ريسيس، ار بلورا ريسيس فورم باي ريفلكشن اوف ذا كوستال اند ديفراماتيك بلورا. كان اكيوميليت فلويد وين ان ايريك بوزيشن، يعني الزول لما يجيب الفلويد حينزل يتجمع في الكوستو ديفراماتيك ريسيس. allow the lungs to be pulled in and expanded during inspiration. اللي هو ده شنو؟ ده اسمه كوستو ديفراماتيك ريسيس، اللي هي دي الديفراماتيك بلورا والكوستال بلورا، الحته اللي بتلاقوا فيها بيعملوا ريسيس. ريسيس يعني جيب او سبيس. اوكي، فاذا كان في فلويد او بلط في البلورا الكافيتي، البلورا الكافيتي اللي هو السبيس بين دي البرايت البلورا ودي الفيزر البلورا، لو في فلويد او بلط هيتجمع هنا. يعني مثلا لو زول مطعون، لو زول كده عنده بلط في الثوركس، اقول له اعمل لي صوره اشعه وانت واقف، انت واقف عشان هشوف البلط متجمع تحت هنا. اوكي، واللنج تكون كولابس، اللي هو ده في الاكس راي، في الجست اكس راي ده البلورا ريسيس، اللي هي الحته دي اللي بتلاقوا فيها الكوستال بلورا مع الديفراماتيك بلورا. اوكي، كوستو ميدياسن ريسيس ار بارت اوف ذا بلورا الكافيتي واي ذا كوستال اند ميدياسن البلورا ميت، اللي هو هنا الحته دي الميدياسن البلورا والكوستال بلورا، ده اسمه كوستو ميدياسن ريسيس. اوكي، طيب ده الكوستو ميدياسن ريسيس اللي هو هنا، ممكن لو تخيلنا فتحنا فتحة في البرايت البلورة دخلت دي جوا البلورة الكافيتي، ده الكوستو ميدياسن ريسيس وده الكوستو ديفراماتيك ريسيس، ده الفلويد ممكن يتجمع في الريسيس. طيب البوستورال كوستو ميدياسن ريسيس اللي هو بين الفيرتيبرا وبين بين الكوستال بلورا، في الحته دي الزول لو راقد دي ديبندنت اريا. ديبندنت اريا يعني شنو؟ الزول لو راقد الفلويد حينزل يتجمع تحت هناك، الزول لو واقف الفلويد حينزل يتجمع هنا. اوكي، طيب الزول ده عنده شنو؟ عنده حاجه اسمها بلورا ريفيوجن. ريفيوجن يعني فلويد، يعني مثلا عنده لنج مالجنسي، لنج كانسر. كانسر يعني تيومر، تيومر يعني ورم خبيث في اللنج. التيومر سيل سكريت فلويد، الفلويد بيقوم يملى لي شنو؟ يملى لي زي ما شايفين هنا، يعني لو اتذكرنا النورمال اكس راي بيكون هنا عندي المفروض يكون عندي كوستو ميدياستن كوستو ديفراماتيك ريسيس، لكن هنا الابيض ده كله فلويد. في الاكس راي الفلويد بياخد اللون الابيض، الاير بياخد اللون الاسود، فبس الزول ده دي اللنج اللي فضلت له، وده كله فلويد قاعد برا اللنج وضاغط على اللنج، فالزول ده يعني ما حيقدر ياخد بريسنج كويس. الزول ده حيكون عنده شورتنس اوف بريس، شورتنس اوف بريس يعني عشان يضيق في التنفس. ليه؟ لانه اللنج ما لاقي مكان تتحرك فيه. وليه؟ لانه البلورا الكافيتي ملان فلويد، الفلويد دي اسمها شنو؟ اسمها بلورا ريفيوجن. طيب ده مثلا بيشن ويز ستاب ووند، مثلا مطعون بعد الطعن، قلنا له اعمل لنا ايريك جست اكس راي، امشي اعمل صوره اشعه وانت واقف.
فهنا زي ما شايفين في الراي سايد نورمال ده الكوستو دايفرام ادي كريسيس وده الكوستو ميدياستينال ريسيس. في الليفت سايد لاحظ هنا ده كله فلويد، قلنا الابيض في الاكس راي فلويد، فده كله فلويد. في الفلويد ده هو عباره عن بلد، والبلد عامل اوكيوباينج لاشنولر كوستو دايفرامتيك والكوستو ميدياستينال ريسيس، والريزولف ده محتاج كيس تيوب. كيس تيوب يعني شنو؟ يعني ندخل لها انبوبه بيجي عشان نطلع بيها البلد. طيب دي انظر اكس راي فيها هيمو سوركس. طيب هيمو يعني بلد، سوركس يعني بلد في البلورال كافيتي. طيب لانكس، lungs are the essential organs of respiration and it's essential for life. essential of respiration يعني هي organ مهم لعملية التنفس. essential for life يعني ما في زول بيعيش بدون lung. they are attached to the heart and trachea by their root and the pulmonary ligaments. okay البلمونري ليجمنتس واللونج روت، الروت اللي هي زي ما شفناها كبيره الاستراكشرز اللي بتخش وبتطلع الزهايلم في اللونج دي بتثبتها مع الهارت والتراكيه. طيب مع الهارت اللي هو في البلمونري فينس والبلمونري ارتري، ومع التراكيه اللي هي المين برونكاي، كلهم هنشوفهم عليه قدام. طيب لونجز زي هاف بيزز ذات ريس اون ذا كونفكس سيرفيس اوف ذا ديفرام. زي descend during inspiration and ascend during expiration. اللي هو اللنج ذاته anatomical position and relation of the lung. The lung lie either side of mediastinum within the thoracic cavity. Each lung surrounded by pleural cavity. اللي هي اللنج دي اللنج، اتنين لنج كل واحدة قاعدة في side من بالنسبة للمدياستينم، اللي هي السبيسر في النص دي اسمها مدياستينم. اوكي اللنج اللي هو شكلها بيراميدال شيب زي الهرب، عندها ابيكس وعندها بيس. ابيكس يعني غمه، بيز يعني قاعده. البيز اللي هي ريست اون ديفرام، قاعده على الديفرام، عشان كده يسموها ديفراماتيك سيرفيس اوف سلانك. وعندها اللاترال سيرفيس ده اللي هو اسمه كوستال سيرفيس، اللي هو ده لانه على الريبس، اي حاجه على الريبس نسميها كوستال. والجزء في النص على المدياستينال ده اسمه مدياستينال سيرفيس. اوكي طيب البوردر اللي قدام ده اسمه anterior border، وبيوري عندها vertebral border على اتجاه الفيرتبرا. اوكي طيب اي اللنج فيها بنلقى في الاوتر سيرفيس او في الكوستر سيرفيس بتاعها، في الرايت لنج بنلقى تو فيشرز، واحد اوبليك، اوبليك يعني مايل، واحد هوريزنتال، هوريزنتال يعني عرضي. اوبليك اند هوريزنتال فيشر بيقسموا الرايت لنج لثري لوبس، ابر لوب، ميدل لوب، اند لور لوب. في الليفت لنج بنلقى شنو؟ بنلقى بس اوبليك فيشر بقسمها لتو لوبس، ابر لوب اند لور لوب. طيب في الليفت لنج اللي هو بلقى شنو؟ بلقى الهارت بيعمل اندنتيشن. اندنتيشن يعني زي حفره كده، او امبريشن. امبريشن يعني تاثير. اوكي على السيرفيس بتاع اللنج بيعمل حفره اسمها كاردياك نوتش. قدامه بيكون في حاجه صغيره كده زي اللسان نازل من الابر لوب، ده اسمه لينجيولا. اللينجيولا اللي هي جزء من الابر لوب. اوكي anatomical position and relation of the lungs، they are suspended from the mediastinum by lung root. lung root is collection of structures entering and leaving the lungs. اوكي اللي هو دي structures بتخش او تطلع من اللنج، دي اسمها شنو؟ الحته دي اسمها lung root. اوكي ضي الهارت تمام. نحن هسيب نعاين from behind from anterior، اللي هو ده شنو؟ ده vertebral border of the lung. دي شنو؟ دي التراكية. التراكية بتتقسم لـ two main برونكاي، واحد يمشي للرايت لنج وواحد يمشي للليفت لنج. اوكي دي هنا دي الهارت اللي دي البلمونري فينس، شايلة اوكسجينيتد بلط جاي راجع للهارت. اوكي طيب سيرفيس اناتومي اوف ذا لنج. سيرفيس اناتومي يعني لما نعاين من برا من السكن، نتخيل اللنج قاعدة كيف. ذا ابيكس اوف ذا لنج اكستند اباوت 3 سنتيمتر ابوف ذا ميدل سيرد اوف ذا كليفيكل، يعني لما احط اصبعي في نص الكليفيكل احسب من الحته 3 سنتيمتر اللي فوق في النك، ده عباره عن لنج. اوكي اللي هو سميناه شنو؟ سميناه الابيكس اوف ذا لنج. الابيكس اوف ذا لنج اكستندد للنت وكفرد بالكيوبولا وكفرد بالسبروبلورال ممبرين وبالسيبسونس فيشيا. طيب فروم ذات بوينت زي بروجكت انفريولاترالي تو ذا جنكشن اوف ذا ميديال اند ميدل سيرد اوف ذا كليفيكل، الحتة دي بتنزل الابيكس اوف سلانج لحد الجنكشن بين الميديال والميديال سيرت اوف ذا كليفيكل.
طيب anteriorly the hyaluri at the level of costal cartilage 3 to 4 this is vertebral level T5 to T7 اللي هو لما نحسب الكوستال كارتري احنا عارفين الكوستال كارتري القصاد الاسترنال انجل اللي هي تكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت ده الكوستال كارتري رقم 2 التحته ده رقم 3 والتحته رقم 4 وده مكان الهايلم اوف ذا لنج يعني مثلا لو ده نعمل سيرجري وده لفت صلى الهايلم اوف ذا لنج بأحسن مكان افتح فيه واللي هو شنو في قصاد الكوستال كارتري رقم 3 و 4 طيب دي صورة الرنج from posterior إذا كان right lung أو left lung from posterior بس بيصحري الأوبليك فيشل أوكي ليه؟ لأنه الهوريزنتال فيشل بيبدأ من هنا بيبدأ من اللاين اللي هنا سمينا الميدا أكزيلري لاين اتكلمنا عنه في المحاضرة اللي فاتت الهوريزنتال فيشل بيبدأ من الأوبليك فيشل من الميدا أكزيلري لاين بيكون وين؟ بيكون في الرايت lung بس الرايت lung فيها تو فيشل أوبليك فيشل عن هوريزنتال بيقسموها لـ 3 لوبس أبر ميدل عن لور لوب الليفت لانك فيها فيشر واحد وبليك فيشر بيقسمها لـ upper and lower loop inferior margin of the lung are T6 as the mid clavicular line T8 as the mid axillary line and T10 posteriorly at each point the parietal pleura reflection sit inferior by approximate 2 ribs يعني الفرق بين مكان البلورة وبين اللانك ده هو البلورة الكافيتي اوكي لانه اللنج اتاش لها الفيزر البلوره والبرايت البلوره بتكون تحت دايما بتو ريبس اوكي الحاجه بتتغير حسب الستيت اوف ريسبيريشن ذيس ليفل فاريس ويز ريسبيريتوري فيس اللي هو زي ما اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت الثوراسيك كافيتي انتيريور بينتهي في تي 6 لاترالي في تي 8 في الميد اكزيلاري لاين وبوستيريورلي في تي 12 لكن اللنج بوستيريورلي بتنتهي في تي 10 طيب the anterior margin are different on each side and largely follow the line of parietal pleura refraction on the right lung situated to the right side of sternum between second and fourth costal cartilage then inferiorly to the level of the sixth right intercostal cartilage اللي هو لما نيجي نعاين هنا الريفليكشن بتاع اللنج والبلورا في الراي سايد بنشوفه هنا مع الاسترنم بينزل من الكوستال كارتري رقم 2 استرنال انجل لحد ما نصل تحت رقم 6 بعد ذاك يمشي لاترالي لحد ما في الميد اكزيلاري لاين قلنا يكون في 8 وبوستيريورلي يكون في 10 اوكي ده اللي هو الايدج بتاع اللنج اللي هو ده سيرفيس اناتومي بيتخيل الاورجن عشان يتخيل السيرجري هعمله وين كده اقرب مكان اصل بيه للاورجن كيف كده طيب on the left lung it run deep to the sternum near the midline inferiorly between the level of costal cartilage 2 and 4 at this level it displaces laterally and more obliquely than the right side because apex of the heart اللي هو في left side لما يصل الكوستال كارتيج رقم 4 بيمشي laterally ليه؟ لانه هنا زي ما شفنا قبل الكاردياك نوتش والابيكس اوف ذا هارت تعمل indentation هنا في اللنج اوكي بعد ذاك ينزل لل 6 وديسند هنا لاترالي في الميد اكزيلاري لاين في ال 8 وبوسترالي في ال 10 انتركوستال سبيس او ال 10 طيب اون ذا ليفت لانج ات ران ديب تو ذا سترنم نير ذا ميد لاين انفيريورلي بتوين ذا ليفل كوستر 2 تو 4 طيب ات رانس تو ا بوينت اباوت 3 سنتيمتر لاترال تو ذا ليفت سترنال ايد ذا ابر مارجن اوف ذا 6 كوستال كارتري This space created by lateral deviation of pleura and lung on the left side is termed the cardiac notch اللي هو ال space دي بنسميها cardiac notch اوكي طيب اللي هو ده ال surface anatomy of the lung دي ال horizontal ده ال oblique fissure في ال right lung وال oblique fissure دائما بيكون مع الريب رقم 6 ال horizontal fissure بيبدأ في الميد axillary line من الريب رقم 6 ويمشي horizontally لحد ما يقابل شو لحد ما يقابل الانتيريور ايدج اوف صالنج اللي هو ده الابر لوب وده الميدل لوب وده اللور لوب في الاوسكلتيشن لما اقدر اسمع الساوند بتاع اللنج انتيريورلي بسمع الابر والميدل لوب ولازم اقلب العيان بورا عشان ما اسمع شنو عشان ما اسمع اللور لوب لانه زي ما شايفين اللور لوب سيتويتد بوستيريورلي عشان كده يعني في الاوسكلتيشن يعني لما اسمع اللنج بالسماعه لازم اسمع شنو لازم اسمع من قدام ومن ورا لانه من قدام انا حاسمع صوت الابر لوب والميدل لوب خلاص لو في باثولوجي يعني في مشكله في اللور لوب وسمعت بس من قدام ما حاسمع عشان اسمع اللور لوب لازم احط السماعه بورا اقلب العيان بورا زي ما شايفين هنا
في الرايت لانج والليفت لانج، تمام. الرايت لانج فيها 3 لوبس والليفت لانج فيها 2 لوبس. طيب دي السيرفيس اناتومي. طيب الرايت لانج هاز ابيك ذات بروجكت انتو نيك، ات هاز كونكيف بيز ذات سيتس اون ذا ديفرام، اللي هي دي الرايت لانج الابيكس في اللايف واللور او البيز، ده اسمه ديفراماتيك سيرفيس، اوكي. طيب في ستراكشرز بتعمل امبريشن على السيرفيس بتاع اللنج، اللي هي دي ايش دي حسي رايت لنج، لانه فيها تو فيشر، ده اوبليك فيشر وده هوريزنتال فيشر، يقسمها ل 3 لوبس، ابر لوب ميدل لوب اللور لوب. فيها مثلا ده اسمه شنو، ده اسمه ازايجس فين بليف، ده اسمه سوبيريور فين كيف، يعني في ستراكشر ده سب كليفين ارتر سب كليفين فين، اوكي. لاترال هنا بنلقى الكوستال، الكوستال امبريشن، الامبريشن بتاع الريبس، اوكي. في استراكشر هنا الكارديك اندنتيشن في الرايت لانج، بيكون في ديبريشن صغير للهارت، اوكي. الحته دي اسمها هايلم اوف لانج، في والاستراكشر تدخل او تمرق من اللانج، ده اسمه بالمونري ليجمنت، اللي هو بيثبت الهايلم اوف لانج مع شنو. طيب divided by oblique and horizontal fissure اللي هو قلناهم into 3 loops upper loop middle loop and lower loop. The oblique fissure usually begin at the head of the fifth rib and follow roughly the line of the sixth rib. The horizontal fissure run from the oblique fissure in mid axial line at the sixth rib level, extend forward to the fourth costal cartilage level. اللي هو دي right lung كده very picture. اللي هي ده الأوبليك فيشر اللي هو قلنا بيبدأ في الهيد بتاع الفيف سريب وبعد ذاك يواصل مع السيك سريب، ياخد نفس الشكل بتاع السيك سريب. الهوريزنتال فيشر بيبدأ من الميدا أكزيلر لاين من السيك سريب ويمشي شنو، يمشي ميديالي، اوكي. طيب has 3 lobar secondary bronchi and 10 segmental tertiary bronchi, has groove impression on its surface for various mediastinal structure like superior vinicae arch of the zygous vein and oesophagus. اوكي ده صورة لبيشن عنده ستاب وون انجري في الجست وعنده لنج دمج، يعني لاحظ دي الريكست اكس راي، الريكست اكس راي عمله هو واقف، لاحظ انه هنا مثلا هنا ده الكوستو ديفراماتيك ريسيس فري ده اير على سواد ده اير، تمام، لكن هنا ما في اير، ده فلويد، ده كله بلط، اوكي. ففي لنج انجري وفي هيموسوركس، هيموسوركس يعني بلط كتير في السوركس. فالبيشن ده دي كيست تيوب، اوكي، دي هنا مدخلين لكيست تيوب، لكن مرات الكيست تيوب برامج تكون كفايه، بنحتاج نعمل سوراكوتومي تبير اللنج دامج لما يكون في اكستنسيف لنج دامج. هنا دي اللنج ودي الهارت، اوكي. دي اسمها لاترال سوراكوتومي، اللي هو بنفتح لما نكون ده المصل لللنج، بنفتح السوراكس ثرو ذا انتركوستال سبيس، غالبا الفرصه والفيكس انتركوستال سبيس، اوكي. دي اللنج زي ما شايفين، ده الووند في اللنج، ده مكان الجرح، اوكي، اللي ده المكان دخلت بس السكينة لللنج، اوكي. فطيب قلنا لما نكون ده نصل للهارت بنفتح الاسترنم، لانه الهارت قاعد بيوري الاسترنم، لما نكون ده نصل لللنج نفتح الانتركوستال سبيس، اوكي. ده التراك بتاع النايف او السكين جوا اللنج، اوكي. طيب اللي هو بنفتح التراك عشان لو في اي حاجة في ديد تيشوز في كده تعمل لها ديبرايدمنت، او لو كان في فورين بارتكلز يعني تراب وبار دخل كده، لا تنضف عن كده، تفتح التراك تدخلت باسك كده كلها. طيب هنا لاحظ دي اللوبس اوف ذا لنج، يعني لما يرفع اللنج بنلقى اللنج ديفايدد للوبس، اوكي. اللي هو لاحظ هنا ده الفيشر اللي هي دي ليفت لانج، وده شنو ده الاوبليك فيشر اللي هو بقسمها لابر لوب واللور لوب، لاحظ انه الابر لوب قاعد بقدام، اللور لوب قاعد تحت بورا، دي اللينجولا، الحتة زي اللسان دي اللينجولا، ده الهارت وده مكان الكاردييك ديبريشن في اللنج، اوكي. طيب the left lung divided into upper and lower lobes by the oblique fissure usually receive two bronchial arteries. Okay, دي الارتريز اللي بتيجي اللنج هيتكلم عنها لقدام. طيب دي الستركشرز القاعدة في الهايلم بتاع الرايت لنج والليفت لنج، اللي هو في كل لنج بيكون عندي تو بالمونري فينس، وبكون عندي بالمونري ارتريز، اللي هو في الرايت لنج بيكونوا اكتر من واحد، بيكون اثنين دائما، اوكي. بيكون عندي مين برونكس
اللي هو البرونكايد اديشن التراكية، بتتقسم لاثنين، مين برونكس التراكية اللي هي الغصبة الهوائية، مين برونكاي يعني الشعب الرئيسية الهوائية. طيب التراكية بتجي كده وتدينا مين برونكس للليفت لانج ومين برونكس للرايت لانج. التراكية هنتكلم عنها في الدرس بتاع المدياسنا. طيب ديل البلمونري فينس، تمام، وده بيكون عندي اتنين بالمونري فينس وديل بيشيلوا البلط بيودوه للهارت، اوكي، اللي هي اللنج ريسيف البلمونري ارتري، والبلمونري ارتري بجيب بلط من الهارت ما فيه اكسجين، بلط راجع من الجسم ده كله يتجمع في الهارت في الرايت سايد اوف ذا هارت، يقوم الهارت يرسل اللنج عشان ياخد اكسجين. فالبلمونري ارتري هو الارتري الوحيد في الجسم اللي بيشيل شنو؟ اللي بيشيل بلط ما فيه اكسجين، اسمه ديوكسجينيتد بلط، تمام. البلمونري فينس اللي هو البلط ذاته يجيب البلمونري ارتري ياخد الاكسجين من اللنج ويرجع بالبلمونري فينس اللي هم عددهم اثنين في كل لنج يرجع الهارت. البلمونري فينس هي الفينس الوحيده في الجسم الشايله بلط فيه اكسجين او اكسجينيتد بلط، تمام. طيب it contains the lingual اللي هو دي الليفت لنج، contain the lingual which is the tongue shaped portion of the upper loop that corresponds the middle loop of the right lung. Okay, it contain cardiac impression, cardiac notch, it's deep indentation of the anterior border of the superior loop of the left lung. دي الكارديك نوتش اللي هو indentation يعني حفرة، تمام، في السوبريور لوب بتاع الليفت لانك. it also contain groove for various structure aortic arch descending aorta lips of Craven heart اللي هي دي الستركشرز اللي بتعمل impression في الليفت لانك، اوكي، زي ما كان عندي ستراكشر تعمل امبريشن او اندنتيشن في الرايت لانك، عندي ستراكشر برضه بتعمل امبريشن او اندنتيشن في الليفت لانك اللي هي بتعمل اثر على السيرفيس بتاع اللانك. It has two lobar secondary bronchi, it has 8 to 10 segmental bronchi اللي هو دي التراكيه. التراكيه قلنا بتتقسم ل 2 مين برونكاي، المين برونكاي دي اسمها برايمري برونكاي، اللي هي برايمري برونكاي تتقسم فيرز اللي شنو؟ لديل اسمهم سكندري برونكاي. بعد ذاك السكندري برونكاي بيتقسموا للصغار ديل اللي هم عددهم 10 في كل لنك، اللي هم 10 في الرايت لنك و 10 في الليفت لنك، اسمهم برونكو بالمونري سيجمنتس، بس الاسامي تختلف لانه الرايت لنك فيها 3 لوبس، ابر لوب وميدل لوب ولور لوب، والليفت لنك فيها 2 لوبس، اوكي، اللي هو بيكونوا 5 في الابر لوب و5 في اللور لوب في الليفت لنك، ديل البرونكو بالمونري سيجمنتس. في الرايت لانج بيكونوا 3 في الابر لوب، 2 في الميدل لوب، وكم؟ و5 في اللور لوب. اوكي، طيب البرونكو بالمونري سيجمنت is anatomic functional and surgical unit subdivision of the lung refer to portion of lung supplied by each segmental bronchus and segmental artery. يعني كل واحد منهم من البرونكو بالمونري سيجمنتس دي عنده سيجمنتال برانش اللي هو برونكاي، عنده مين برونكاي، عنده ارتري. البلمونري فينس بنلقاها ماشيه بين السيجمنتس، عشان كده البلمونري فينس دي لو تابعتها بتاشر لي على مكان السيجمنت او على البوردرز تحت السيجمنت. فعشان كده سيرجيكال قالوا مثلا زول لو عنده ليجون في اللنج هنا انا لا اشيل اللنج كله، ما اشيل السيجمنت بس في الفيها الليجون. اعرف السيجمنت كيف؟ اعرفها من البلمونري فينس، لان البلمونري فينس بتمشي بين السيجمنتس، اوكي، في السنتر بتاع السيجمنتس بيكون عندي برانش من البلمونري ارتري وبيكون عندي مين برونكاي اللي هو برانش من البرونكاس اللي جاي من التراكيه ده جاي بير، والبلمونري ارتري البرانش بتاعه جاي بلط من الهارت ما فيه اكسجين، تمام، ديل بيكون في السنتر بتاع السيجمنت. وفي الاطراف بتاعت السيجمنت في البوردر بتاعت السيجمنت بيكون عندي البرانشز تحت البلمونري فينس، ودي بتشيل البلط تجمعه من السيجمنتس عشان بعد ما اخذ الاكسجين من الالفيولاي عشان ترجع البلط للهارت يتوزع للجسم تاني. طيب ال content of bronchopulmonary segments consist of segmental tertiary or lower bronchus, segmental branch of pulmonary artery, segment of lung tissue. يعني البرونكوبالمونري segment فيها lung tissue، واللنج tissue دي جواها بكون فيها شنو؟ فيها tertiary برونكس، زي ما شفنا قبل البرونكاي تتقسم لبرايمري وسكندري، وفي النهاية 10 تيرشري في كل 10 10 تيرشري في كل لنج، اوكي، اللي هم 10 تيرشري واحد في كل برونكو بالمونري سيجمنت، ومعاه سيجمنتال برانش اوف ذا بالمونري ارتري اللي هي ده البرايمري. دي التراكية، التراكية بتتقسم لمين او برايمري برونكاي، والمين او برايمري برونكاي يتقسموا لديل اللي هم يسموهم سكندري
برونكاي. السكندري برونكاي اتقسموا لدير اللي هو قلنا عددهم 10، دير تيرشري برونكاس، وعندهم اساميهم. طيب surrounded by delicate connective tissue septum intersegmental septum drained by intersegmental part of the pulmonary vein. The intersegmental pulmonary veins form surgical landmark. Surgeon can remove bronchopulmonary segment without seriously disrupting the surrounding lung tissue and major blood vessels. اللي هو حسي دي مثلا lateral thoracic x-ray، دي صورة اللنك. اللنك دي ايش نو دي مثلا دي ايش نو دي البرانش تحت البلمونري ارتري، ومعاه ايش نو معاه المين برونكاي. فهنا ممكن يتخيل زي ما كان البلمونري فينس ده السيجمنت، لانه الارتري والمين برونكاي بيكونوا في السنتر بتاع السيجمنت، الفين بيكون في شنو في البريفري في الاطراف بتاعت السيجمنت. اوكي، فمثلا بيش حاسس مثلا عنده كانسر هنا، ممكن اشيل السيجمنت دي بس تمام، واخليه وباقي اللنج يستفيد منها، لانه اللنج هي عباره عن اسينشال اورجان فور لايف. طيب كوندكتيف بورشن، اللنج ذاته بنقسمها لاثنين، كوندكتنج بورشن وريسبيراتوري بورشن. الكوندكتنج بورشن كوندكشن على التوصيل، ده مهم توصل الاير من النوز لحد ما تصل الالفيولاي. ده فيه والنيزل كافيتي والنيزو فارينكس واللارينكس والتراكيه والبرونكاي والبرونكيول، لحد حاجه اسمها تيرمينال برونكيولز اللي هو ده اللي اسمه upper respiratory airway او conducting system. النيزل كافيتي ده اسمه الفارينكس، ده اسمه اللارينكس، ده اسمه التراكية تمام، ودير المين برونكاي وكده لحد ما الترمينال برونكاي. طيب respiratory portion وده مسؤول من الغاز اكسشينج، دي الحتة اللي بيحصل فيها شنو تبادل الغاز اللي هو CO2 من البلط يمشي للالفيولاي، وفي نفس الوقت الاكسجين من الالفيولاي يخش البلود فيزل، وده فيه الريسبيراتوري برونكيول والالفيولار داكت والادري والالفيولار ساك. اكسجين الكربون دايوكسيد اكسشينج تيك بليس اكروس ذا وول البلود اير بارير اوف ذا لانج الفيولاي والبلمونري كابيلاريز، اللي هي دي الحته اللي بيحصل فيها الغاز اكسشينج، اللي هي دي الريسبيراتوري برونكيول ودي الالفيولاي، والالفيولاي بتكون سراوندد بالبلود فيزل. وهنا الممبرين بيكون سين شديد ضعيف شديد، لدرجة انه شنو الممبرين ده بيسمح بالديفيوجن اوف غازز، يقوم لانه السي او 2 تركيزه كتير في البلود فيزل اللي هو هنا في البلود فيزل، السي او 2 كتير يقوم براه ويخش الالفيولاي، والاكسجين لانه تركيزه كتير في الالفيولاي براه ويخش البلود فيزل، وكده الفيزل تكون بقت اوكسجينيتد، يقوم البلود يرجع الهارت عن طريق شنو عن طريق البلمونري فينس اللي هو ده ده الارتري في الكابيلاري، بعد ما يشبع بالاكسجين نفس الكابيلاري يبقى فين ويرجع تاني عشان ما شنو يبقى برونكي الفينس ترجع الهارت. طيب دي صوره بتاعت بيشن عنده باثولوجي في الليفت لانك، اوكي ده الليفت بلورال كافيتي، ودي صوره لعمليه بالمنظار الصوره اللي هو شايفين البليبسي دي والساكس دي قاعده في اللانك. اوكي فدي abnormal tissues pathological tissues اللي هي عامله له symptoms ودارين نشيله. اوكي خشينا بالمنظار وبعد ذاك شنو دي شنو دي ده فيه مقص وكاويه في نفس الوقت، فبيقطع اللنج تيشوز، ممكن نقطع السيجمنتس فيها الباثولوجي من اللنج تيشوز ونقوم شنو نقوم نطلعها. اوكي وبريزيرف الريست اوف ذا لانك، اوكي اللي هو ده اسمه ستابلر، الستابلر ده بنقطع بيه اللي هي دي بليبس او باثولوجيكال تيشوز في اللانك. اوكي طيب موفمنتس اوف ريسبيريشن، الريسبيريشن بنقسمه ل انسبيريشن واكسبيريشن. انسبيريشن يعني تدخل نفس، اكسبيريشن يعني تطلع النفس، زي ما شايف ده انسبيريشن اللي هو بتدخل نفس، عشان انت تدخل نفس محتاج شنو؟ محتاج تزيد شنو؟ تزيد الديمتر بتاع السوركس، لما تزيد الديمتر بتاع السوركس بيقوم بقى في نيجاتيف بريجر جوا، يعني زي الشفط، زي انت بتشفط حاجة لما تشفط بتعمل نيجاتيف بريجر. اوكي فانت لما توسع السوركس من جوا السوركس بيبقى غرفة فاضية ما فيها هواء، يقوم الفتحة الوحيدة اللي بتدخل الهواء هي النيزل كافيتي، يقوم الاير يخش بالنوز يملى الكافيتي اللي انت عملته نتيجة انك وسعت الديمتر بتاع السوركس. عشان كده مثلا لو بقت في فتحه في الثوراسيك وول هنا طعن السكينه وكده، لما توسع الدايمتر الاير هيخش بالفتحه دي ويقعد في البلور الكافيتي، هيكون اير برا اللنج وده ما بنستفيد منه، بالعكس هيقلل لنا الفوليوم بتاع الثوراكس. لما تاخد نفس، كل ما تاخد نفس الاير يخش بالفتحه او بالجرح ده،
فده اسمه نيمو سوركس. اوكي دي حاجة لازم نطلع الاير ده ولازم نخيط الجرح. الفتحة الوحيدة المفروض تدخل اير هي شنو؟ هي النوز. طيب كيف بنزيد الديمتر بتاع السوركس؟ عندي مصر اسمها ديفرام بيحصل لها كونتراكشن تنزل لتحت تضغط الابدومن الفيزر تزيد ليه الفيرتيكال ديمتر. وعندي الانتركوستال مصر بيطلع الريبس لفوق ولبرا يزيدوا ليه شنو؟ يزيدوا ليه الانتيريو بوستيريور ديمتر زي ما شايفين هنا. اما شايفين نزيد الانتيريو بوستيريور ديمتر ديفرام تضغط الابدومن الفيزرا، الابدومن الفيزرا لما تتضغط تزيد اللي. طيب لما نقدر نعمل اكسبايريشن الانتركوستال مصر يحصل لها ريلاكسيشن، الجست يرجع للنورمال بوزيشن بتاعه يضغط على اللنج، اللنج يطلع الاير بره. في نفس الوقت الابدومين المصر تضغط شنو؟ دي المصر بتاعت الانتري ابدومين الوول، تضغط الفيزرا الابدومين الفيزرا الديفرام تطلع لفوق تضغط اللنج الاير يطلع بالنوس. اوكي فالمسؤولة من عملية الريسبيريشن هي شنو؟ هي المسلز. اوكي هي المسلز اوف ريسبيريشن اللي هم الانتركوستال مسل والديفرام والانتيرير ابدومينال وول مسل. الانسبيريشن موديليتد باي ذا فولوينج مسلز، الديفرام اكسترنا انترنا انر موست انتركوستال انفولز فولوينج بروسيسز. نمرة واحد كونتراكشن اوف ذا ديفرام بول ذا دم انفيريورلي انتو ذا ابدومين سو increase the vertical diameter of the thorax, enlargement of pleural cavity and lung, it reduce the intrapulmonary pressure, create negative pressure. ال negative pressure بيعمل suckle the air, it allow air to rush into the lung passively because atmospheric pressure. ال force inspiration involve contraction of the intercostal muscle, elevation of ribs, so bilateral movement, the sternum move anteriorly. طيب اللي هو بنزيد الانتيرو بوستيرور ديامتر، الفورس انسبيريشن ريزلت ان انكريز ترانسفيرس انتيرو بوستيرور ديامتر اوف ذا ثوراسيك كافيتي، ابدومينال فوليوم ديكريز ابدومينال بريجر انكريز. اللي هو ابدومينال فوليوم بينقص، حجم الابدومين بينقص ليه؟ لان الديفرام ضغطت الفيزرا اللي تحته ونقصت حجم الابدومين عشان تزيد حجم الثوركس. اوكي عشان الاير يقوم بالنوز يخش يملى اللنج. تمام اللي هو الانتر ابدومينال بريجر بيزيد ليه؟ لانه البزل تحت الابدومين بقت مضغوطه شديد. اوكي طيب اللي هو هنا ممكن نشوف الميكانيزم اوف بريسنج، يعني زي ما شايفين الموفمنت اوف ذا ديفرام، الديفرام تتحرك لتحت الثوركس حجمه يزيد، تقوم الاير يخش بالنوز يملى اللنج. اوكي عشان كده قلنا لو عندنا فتحه هنا بدل الاير يخش بالنوز هيقوم يخش بالفتحه دي، لكن ما هيخش اللنج، هيخش يقعد في البلورا الكافيتي ويضغط اللنج يضايق اللنج، فالزول هيجيه شورت نوس اوف بريس يعني ضيق في النفس لانه هيكون ما مرتاح. اوكي الديفرام لما يحصل لها ريلاكسيشن تطلع فوق، دي اكسبيريشن تطرد الهواء، يحصل لها كونتراكشن تنزل تحت، ده انسبيريشن. طيب تاني غير الديفرام عندي الانتركوستال مصر، الانتركوستال مصر اللي هي دي المسلز القاعده بين الريبس. اوكي ودي بتزيد شنو؟ دي بتزيد الانتيريو بوستيريور ديامتر لانها بتحرك الريب اوتر تو ذا اوتر سايد. اوكي اللي هي دي الحركه بتاعت الريبس والاسترنم، الاسترنم بيتحرك لقدام. اوكي ده اسمه ريسبيريشن، اكشن اوف ريسبيريشن. اوكي اللي هو بتشترك فيه والريبس والكوستال كارتريج اوكي والانتركوستال مسلز. طيب والديفرام والانتير والمسلز والانتيرير ابدومينال وول. طيب اكسبيريشن انفولف فولوينج مسلز ذا مسل انتيرير ابدومينال وول انترنا انتركوستال الكوستال بارت سيريتوس بوستيريور انفيريور مسل. انفولف فولوينج بروسيسز اوفرول بروسيسز انفولف ريلاكسيشن اوف ذا ديفرام ذا انترنا انتركوستال مسل اذر مسلز ديكريز ثوراسيك فوليوم increasing intrathoracic pressure the abdominal pressure decrease and ribs depressed. ribs depressed يعني تنزل لجوا، عشان كده بيحصل expiration الاير يقوم يطلع من اللنج لانه الانتراثوراسيك بريجر زاد او البريجر في البلورال كافيتي. elastic recoil of the lung produce a sub atmospheric pressure in the pleural cavity much of air is expelled. الكويت انسبيريشن از باسيف بروسيس كوز باي الاستيك ريكويل اوف ذا لانج، كويت انسبيريشن ريزلت فروم كونتراكشن اوف ذا ديفرام. اوكي الانسبيريشن عشان يحصل لازم يحصل كونتراكشن في الديفرام، لكن الاكسبيريشن
اغلبه هو عبارة عن باسيف بروسيس، لانه اللنج عندها الاستيك ريكويل زي الرنجة، يعني اول ما حصل لها انفليشن تاني بترجع للاستيت الاولى بتاعتها. اوكي، زي الرنجة لو مطيطة بترجع براها للاستيت الاولى بتاعتها. عشان كده بيقولوا الكوايت انسبيريشن اكسبيريشن ما الفورس، الكوايت كوايت يعني الهادي، التنفس الهادي في حالتك العادية. الفورس ده مثلا قاعد تلعب كورة، زكاك زكيك حاجة جاري، تلحق حاجة، هنا الريسبيريشن بيزيد، بيبقى فورس اكسبيريشن ريكوير كونتراكشن اوف ذا انتيريور ابدومينال ماسل اند انترنال انتركوستال ماسل. طيب الليمفاتيك فيزلز اوف ذا لانج، الدرينز برونكيال تري بالمونري فيزلز كونكتيف تيشو سيبتم ار نوت بريزنت ان ذا وول اوف ذا بالمونري الفيولاي. It runs along the bronchioles and bronchitor the hilum at hilum they drain to the pulmonary interpulmonary and bronchopulmonary nodes اللي هي دي الليمفاتيك درينج of the lung اللي هي بتمشي مع السيجمنت من السيجمنت مع البلمونري بتعمل درين للبرونكيال تري والبلمونري فيزرز والكونكتيف تيشو، لكن ما بتعمل درين للالفيولاي. الالفيولاي في مكان الالفيولاي ما في ليمفاتيكس. بتمشي مع البرونكيولز والبرونكاي لحد الهايلم، في الهايلم هناك في الليمفينودز زي الليمفينودز اللي شفناها لما قرينا الدرس بتاع الول. اوكي، درين لي جروبس اوف الليمفينود اللي هم يسموا انفيريور كارينال نود سوبر تراكيو برونكيال نود ذا تراكيا البارا تراكيا النوس برونكو ميدياستين النوس ذا ثوراسيك دكت اون ذا ليفت اند رايت ليمفاتيك دكت اون ذا رايت. ده راح نتكلم عنه ولما نيجي نقرا بوستيريور ميدياستين. فالليمفاتيك ستيشن دي مهمة، أو الليمفينوز دي ليه؟ لأنه لما يكون في تيومر أو كانسر في اللنج، الكانسر سيل بتكون ده تعمل اسبريت في البول، ده تنتشر بتنتشر عن طريق الليمفينوز دي. فعشان كده لازم نكون حافظين الجروبس اوف الليمفينوز، عشان لو في كانسر هنا ما كفاية انه انا اشيل الكانسر، لا لازم اشيل معاه الليمفينوز الدرين السيجمنت دي. لو ما شلتها بيكون فيها كانسر سيلز، يعني بعد ما اشيل الكانسر والزول يعني اللنج بيجا ما فيها كانسر، كانسر حيظهر لي في حته تانية في الجسم، في الليفر ولا في البرين ولا في حته تانية. اوكي، فعشان كده شنو، عشان كده لازم شنو، لازم اكون حافظ الليمفينود ستيشنز. اوكي، طيب blood vessels of the lung عندي البلمونري ترانك اكستين upward from the conus arterioso of the right ventricle of the heart carry poor oxygenated blood to the lung for oxygenation. يعني البلمونري ترانك ده اسمه بلمونري ترانك، ترانك يعني جزع، يعني شبهوه بالشجرة قالوا ده الترانك بتاع، ترانك يعني جزع. اوكي، بيطلع من حاجة اسمها شنو، من حاجة اسمها رايت فنتركل، حنقراه في الدرس الجاي اللي هو الهارت انجريت فيزلز. من الرايت فنتركل بيطلع البلمونري ترانك، والبلمونري ترانك طوالي بيتقسم ل 2 بلمونري ارتريز رايت وليفت بلمونري ارتري، واحد للرايت لانك واحد للليفت لانك. اوكي، طيب البلمونري ارتري ذاته بتدينا ارتريز لكل سيجمنت زي ما شفنا قبل، بتمشي مع شنو، بتمشي مع التيرشري برونكاي، بيمشي مع البرايمري والسكندري والتيرشري برونكاي سبلاي سيجمنتس اوف ذا لانك. اوكي، وجايب شنو، جايب بلط من الراي سايد اوف ذا هارت اللي هو الهارت ذاته بنقسمه لراي سايد وليفت سايد. الراي سايد بدينا بلط دي اوكسجينات ترسيو للنك، اللنك تعمل له اوكسجينيشن وترسيو للليفت سايد اوف ذا هارت اللي هو من الليفت سايد اوف ذا هارت بيطلع الاورطه شايل اوكسجينات بلط يوزعوا لكل الجسم. قلنا البلمونري ترانك او البلمونري ارتري هو الارتري الوحيد الشايل دي اوكسجينيتد بلط في الجسم. البلمونري فينس دي الفينس الوحيده في الجسم الشايله اوكسجينيتد بلط. طيب اللي هو ده الريليشن بتاعت البلمونري ترانك، هنا بيتقسم لرايت وليفت مين بلمونري ارتريز، حاسين ده الليفت مين بلمونري ارتري اللي هو ده الليفت مين بلمونري ارتري، والريليشن بتاعته للليفت مين برونكاي. اوكي، الحته دي اسمها روت اوف سلانج او هايلم اوف سلانج، وهنا من اللنج جاي تو بالمونري فينس ماشي للليفت سايد اوف ظهر. طيب البالمونري ترانك باص السوبيريور لامبوستوري فروم ذا فرونت اوف ذا اسندنج اورد تو ذا ليفت سايد فور ابروكسيميتلي 5 سنتيمتر بايفوريكيت انتو رايت اند ليفت بالمونري ارتريز ويزين ذا كونكافيتي اوف ذا اورتيك ارش ات ذا ليفل اوف استيرنال انجل. البايفوركيشن ده بيحصل في الليفل بتاع الاسترنال انجل، ودي واحده من الحاجات اللي بتحصل في الليفل اوف استيرنال انجل زي ما قلنا. طيب الليفت بالمونري ارتري كاري دي اوكسجينيتد بلط تو ذا ليفت لانج، ات از شورتر اند نارو ذان ذا رايت بالمونري ارتري.
it arches over the left primary bronchus, connect to the arch of the aorta by ligamentum arteriosum, the fibrous remains of the ductus arteriosus. هنتكلم عنه في المحاضرة الجاية بتاعت الهارت and great vessels. It runs horizontally towards the hilus of the right lung under the arch of the aorta, run behind the ascending aorta and superior vena cava and anterior to the right bronchus. البلمونري فينس انتر سيجمنتال اندرينيك ليف لونج اس 5 بلمونري فينس. البلمونري فينس عددهم اصلا خمسه، واحد بيطلع من كل لوب بتاع لونج. ذا رايت ابر ميدل فينس يوجوالي جوين سو ذات اونلي 4 فينس انتر ذا ليفت اتريوم، اللي هم بيطلعوا في شكل خمسه، لكن الرايت ابر والرايت ميدل بيعملوا واحد، عشان كده بيبقوا في اثنين من الرايت سايد واثنين من الليفت سايد، وكلهم يمشوا جوين الليفت سايد اوف ذا هارت في غرفه اسمها ليفت ادريوم. يتجمع البلط في الليفت ادريوم اللي هو شايل الاكسجين، يمشي لحته في الهارت اسمها ليفت فنتريكل، وبعد ذاك يتوزع عليه كل الجسم. اوكي طيب، اللي هو دي اسمها بالمونري سيركيوليشن، اللي هو البلط بالبالمونري ارتري من الهارت يمشي لاثنين اللنج. البلط ما فيه اكسجين، ياخد اكسجين من اللنج عن طريق البالمونري فينس اللي هم عددهم خمسة، لكن البلمونري فين بتاع الابر والميدل لوب بتاع الرايت لانج يعمل فين واحد، عشان كده في النهاية بيبقوا أربعة، ويخشوا الليفت سايد اوف ذا هارت، وبعد ذاك البلد يطلع عن طريق الأورطة يتوزع للجسم وهو شايل أكسجين. طيب it carry oxygenated blood from the respiratory part of the alveoli of the lung, carry deoxygenated blood from visceral pleura and from part of bronchioles to the left atrium of the heart. يعني جزء من الدم اللي بيشيله البلمونري فينس بيكون ديوكسجينيتد. البلط الجاي من الالفيولاي بيكون فيه اكسجين، لكن في حاجات تانية زي الفيزرال بلورا والبرونكيولز الوول بتاعه وكده، دي برضو البلط بتاعه بيمشي وين؟ بيمشي للبلمونري فينس، وده بلط ما فيه اكسجين. عشان كده لما نجي نشوف مثلا في جهاز البلس اوكسيميتر اللي هو الجهاز اللي بيستهلك نسبة الاكسجين في الدم، ما بلقاه 100%، بلقاه 97%، ده النورمال. ليه؟ لانه في بلد دي اوكسجيناتد بتخلط مع البلد الاوكسجيناتد الجاي من الالفيولاي، الجاي بالبلمونري فين من الالفيولاي بيجي يتلخبط معاه بلد دي اوكسجيناتد جاي من الفيزرال بلورا وجاي من البرونكيولز وكده. الغاز اكسشينج اوكير بتوين وول اند اوف الفيولاي اند بالمونري كابيلريز، نيولي اوكسجينيتد بلود انترفينيولز اند ذن بالمونري فينس. طيب البرونكيال ارتريز ارايز فروم ذا ثوراسيك اورتا، يوجوالي ذي از وان ارتري فور رايت لانج اند تو فور ذا ليفت لانج، زي سبلاي اوكسجينيتد بلود تو نان ريسبيريتوري كوندكتنج تيشو اوف ذا لانج اند فيزرال بلورا، انستوموزيس اوكير بتوين كابيلريز اوف ذا برونكيال ام بالمونري سيستم، اللي هو ده الاورطة، الاورطة فيه اسندنج الطالع وده ارش وده ديسندنج، ومن الديسندنج اورطة للرايت لنج بيطلع ارتر واحد يمشي مع التراكية، يدينا بلس سبلاي للتراكية وللكوندكتنج سيستم اللي قلناه بتاع الكوندكتنج ريسبيريتوري سيستم. ليه؟ لانه ده ما فيه غاز اكسشينج، لكن الالفيولاي ما محتاجة ارتر يجيب لها اكسجين. ليه؟ لانه الالفيولاي اصلا فيها اكسجين مكفيه يعني. عشان كده البلمونري ارتري ما بيصل الالفيولاي، بس للكوندكتنج سيستم. في الليفت لانج بيكون عددهم اثنين، وللرايت لانج بيكون عدده ارتري واحد. اوكي بيجونا من الديسندنج اورتا. البرونكي الفين ريسيف بلاد فروم برونكاي امتي انتو زايجاس فين ان رايت on the right side and into accessory hemozygous vein or superior intercostal veins on the left side. الهيل فينس دي هنتكلم عنها في الدرس بتاع البوستيرور ميدياسنا. They may receive twix small vessels from the tracheo bronchial lymph nodes. Okay. طيب اللي هو هنا بالرايت سايد ده اسمه زايجوس فين، اللي هو قلنا بيعمل كيرف اراوند ذا هايلم اوف ذا رايت لانج. اوكي يعمل امبريشن في الهايلم بتاع الرايت لانج، وده الهيمازايجاس والاكسسوري هيمازايجاس هنتكلم عنهم في الدرس البوستيرور ميدياستينم اللي هو الدرس الاخير او الرابع. طيب اللي هو البرونكيال فينس درين هنا في الازايجاس والهيمازايجاس، البلمونري فينس بتمشي الهارت، البرونكيال فين درين في الازايجاس في الرايت سايد، وفي الليفت سايد في الهيمازايجاس والاكسسوري هيمازايجاس.
طيب nerve supply to the lung. Lung receive afferent and efferent parasympathetic preganglionic fiber from the vagus nerve. اللي هو afferent لما نقول afferent اللي هو ده نيرف بيشيل الانفورميشن يوديها للبرين يعني سنسوري، والانفورميشن قلنا الفيزرال سنسيشن هو الاسترتش يعني بوري البرين اذا الاورجان حصل فيه استرتش زي السنسيشن من الهارت من اللنج من الجي اي تي الجاسترونتستينال تراك كده. السمباثيتك بوست جانجليونيك فايبر فروم ذا سمباثيتك ترانك اند كاردييك بلكسس دي برضه بتديني نيرفيشن للنج. الافرنت افرنت يعني اوردرز النيرف جايب اوردر من البرين للتيشوز بتاعي، والاوردرز مثلا في البرونكاي بتجي للنج عشان مثلا تدايليت البرونكاي مثلا ده دايليت البرونكاي في حاله السمباثيتك مثلا في حاله الطوارئ انت ده تجري كده محتاج تتنفس كتير محتاج تتنفس كميه كبيره من الهواء فبيحصل لك برونكو دايليتيشن البرونكاي توسع لانه في ماسلز قاعده بين الرينكس بتاعت البرونكاي هنعرف الكلام ده في الهيستوري. طيب فايسيما سموث ماسل السموث ماسل دي بتخلي البرونكاي تتوسع فده افكت بتاع سمباثيتك سمباثيتك بوست جانجليونيك فايبر اللي فايبر جاي من البرين تدي اوامر للبرونكاي بانها تتوسع. اوكي الفيجاس اللي هو الباراسمباثيتك ده في الحالات العاديه البرونكاي بتكون في وضعها الطبيعي كونستريكتد كونستريكتد يعني ضيقه لكن ما ضيقه شديد ضيقه بحيث انه تديك الاير اللي بيكفيك في الحاله الطبيعيه وده الاكشن بتاع الفيجاس نيرف. الافرنت بيوري البرين الستاتس بتاعت اللنج يعني الافرنت بيوري البرين يعني يساعد في الريسبيريشن كده اللي هي دي اسمها بالمونري بلكسس اللي هي بلكسس اوف نيرف بلكسس يعني شبكه بتكون حوالين التراكية وكده ومنها تطلع برانشز تخش لللنج وللبرونكيا تيري وكده للبرونكو دايليتيشن برونكو كونستريكشن كنترول اوف ريسبيريشن الانسبيريشن الاكسبيريشن كلها يعني دي دايره اوردر انفورميشن تمشي للبرين اباوت الستاتس اوف ذا لنج الستاتس اوف ذا برونكاي على اساس الانفورميشن دي الانفورميشن دي اللي هي اسمها افرنت على اساس الانفورميشن دي البرين يرسل افرنت اللي هو اوردرز الاوردرز بيرسلها بالسمباثيتك والباراسمباثيتك. البلمونري بلكسس ديفايد انتو انتيريور بلمونري بلكسس ويتش لاي ان فرونت اوف ذا روت اوف ذا لنج بوستيريور بلمونري بلكسس ويتش لاي بيهايند ذا روت اوف ذا لنج يعني واحده قاعده قدام الروت اوف ذا لنج واحده بيورا الروت اوف ذا لنج سواء انتيريور بوستيريور بلكسس. ات هاز برانشز ذات اكومباني ذا بلود فيزلز ان برونكاي انتو لنج ات هاز سمباثيتك نير فايبر ذات دايليت the lumen of the bronchi and constrict the pulmonary vessels. The parasympathetic fiber constricts the lumen of the bronchi, dilates the pulmonary vessels and increase glandular secretion. طيب عندي الكلينيكال كونسيدريشن حاجات مهمة كلينيكالية واغلبها تكلمنا عنها. نيموثوركس it is an accumulation of air in the pleural cavity. The lung collapse because negative pressure necessary to keep lung expanded has been eliminated. It result from injury to thoracic wall or lung. يعني مثلا حصل استابون هنا طعنة خلاص يقوم كل ما انت وسحت الديامتر بتاع الثوركس يخش الاير بالفتحة يقعد جوا زي ما شايفين هنا ده الاير قاعد هنا ودي اللنج عامل كومبريشن على اللنج يعني انت قدر ما توسع الديامتر بتاع الثوركس يعني تاخد نفس بدل ما الاير يخش لك بالنوز والتراكية ويخش هنا للالفيولاي لا الاير يخش بالثوراسيك وول ويقعد هنا في البلور الكبدي تمام. او لو حصل انجري لللنج وعمل انجري لامين برونكاي يخش بالمير برونكاي يطلع يقعد في البلور الكبدي. فالحاجة دي اسمها نيمو ثوركس نيمو يعني اير ثوركس يعني اير في الثوركس دي صورة لنيمو ثوركس يعني ممكن نغارن بين الرايت سايد والليفت سايد. في الليفت سايد عين دي البرونكيال تري طبعا الابيض ده هنا دي البرانشز تحت البلمونري ارتري والبلمونري فينس اللي هو لانه فيها فلويد بتظهر في شكل حاجة بيضاء اوكي اللي هي الحاجة البيضاء الرفيعة دي ممكن اتابعها لحد الايد بتاع الثوركس. فدي شنو دي فولي انفليتد شنو فولي انفليتد ليفت لانك لكن عين هي للرايت لانك ما في اي بلمونري تري ده اير ده بيور اير ودي كل اللانج الفضلت دي كل اللنج الفضلت كومبريست بالاير اللي هو بيخش بالانجري. طيب البلورال فيوجن دي مثلا زول عنده كانسر عنده دي بي البكتيريا والكانسر سيل بتعمل سكريشن لفلويد ابنورمال اكيوميليشن في اكسس فلويد ان ذا بلورال سبيس اللي هو الفلويد يتجمع في البلورال كبدي. طيب برضو اللي هو ده بلورال فيوجن
كده اللي هو زي ما شايفين هي الكوستو ديفراماتيك ريسيس والكوستو ميدياستن ريسيس. اوكي دي صورة بتاعت بلورا ريفيوجن اللي هو قلنا بنعمل الريكتست اكس راي. طيب عندي البانكوست تيومر اللي هو ده هي المالجنانت نيوبلازم اوف لانج ابيكس ان كوز بانكوست سيندروم ات كومبرمايز نيرف ان فيزر ذات انتر ذا ابر لين كوزينج بين ان ساينس اوف لينج اسكيميا اللي هو بيكون تيومر في الابيكس اوف لانج. احنا عارفين الابيكس اوف لانج ماشيه للنك ونحن عارفين ان السوركس في فيزرز طالعه ماشيه للابر لين فالتيومر هيقوم يضغط على الفيزرز يعمل اسكيميا. غير كده في نيرفز النيرفز الماشيه بتتحكم في الابر لين يعني تشيل افرنت سنسيشن من الابر لين توديه للبرين يعني هبشتريك حاجه بارده هبشتريك حاجه سخنه في حاجه قرصتك كده بين تمبريشر كده انفورميشن للبرين. وفي نفس الوقت في نيرز جايبه اوردر موديه للمصل عشان تمسك كوبايه ترفعها وعشان تمسك قلم تكتبه وكده دي كلها انفورميشن جايه عن طريق النيرفز. فلو في تيومر في الابيكس اوف زانج هيضغط على النيرفز دي وهيعمل لي سيمتوم سيمتو يعني اعراض في الابر لمب اللي هو ده بانكوست تيومر اللي هو تيومر اوف ذا ابيكس اوف ذا ابر اوف ذا لانج. اوكي طيب ده صوره بتاعت ام ار اي لتيومر اوف ذا ابيكس اوف ذا لانج. طيب اخر حاجه الكيس تيوب انزيرشن والكيس تيوب انزيرشن دي بيستخدمها متين لما يكون عندي نيوموثوركس او هيموثوركس او بلورال افيوجن. اوكي اللي هو بحسب حاجة اسمها سيفتي ترانجل في الفيفث انتركوستال سبيس ببدأ من الاسترنال انجل اللي هي السكند السيرد الفورس الفيفث في الميد اكزيلر لاين اللاين اللي هو شفناه في نص الاكزيلا في الحتة دي بقوم بعمل فتحة. اوكي الفتحة دي اقوم ادخل بيها تيوب فتحة سروزا انتركوستال ماسلز. اوكي في الانتركوستال سبيس ادخل بيها تيوب التيوب دي يعني انبوب. اوكي الانبوب ده اعمل بيه شنو اعمل بيه ترين مثلا للحاجة دي اللي هي دي انسيزي بديها للبراية البلورة لانه قلنا البراية البلورة فيها سنسيشن زي الاسكين واحد الفيزر البلورة ما فيها سنسيشن اللي بفتح فتحة صغيرة كده الفيزر البلورة سنسيشن للاسترتش البراية البلورة سنسيشن فيها لشنو للبين والتمبريشر وكده عشان كده لازم اعمل فيها انسيزي برضو زي الاسكين. طيب بفتح الاسكين والسبكيوتينس تشو افتح المصل الانتركوستال مصل وافتح شنو افتح البراية البلورة عشان اخش البلورة الكبدي زي ما شايفين دي الفان بتكون في السبكوستال جروف انا لازم شنو لازم اتجنبها عشان كده بمشي في الابر بوردر اوف سريب لان انا عارف ان نيروفاسكولار بندل قاعده في اللور بوردر عشان ما اعمل ليها انجري تمام اخش واعمل دايليتيشن اوسع الفتحه بيدي. اوكي بعد ذاك اجيب التيوب اللي هو امسك التيوب وادخلها جوه السوركس. اوكي بالفتحه اللي عملتها امسك التيوب ادخلها وين ده السورس الكبدي دي اللنج والفيزرال بلورا اللي هو اللنج فوق راس طوالي بتكون في الفيزرال بلورا ودي البراية البلورا. اوكي طيب دي صورة في emergency situation the patient جاي بتروما اللي هو دايرين نركب له جستيو اللي بتعمل فتحة توسع الفتحة. اوكي بعدك تدخل التيوب. اوكي بعد ما تخش السورس الكبدي تدخل الكيس تيوب. اوكي ولاحظ البلد اللي بيجي يطلع بالكيس تيوب. اوكي ده كله بلد طالع بالكيس تيوب اللي هو بتدخل التيوب في البلور الكبدي اللي هي الحاجة دي بتعملها في الفيف سنتر كوستال سبيس اللي هو البيشن ده ركبوا له بايلاترال كيس تيوب بتعملها في الفيف سنتر كوستال سبيس في الميد كلافيكور لاين دي حاجة لايف سيفنج بروسيدجر لانه لو خليت الاير والبلاد الموجود في الجست ده هيضغط اللنج والبيشن كان نوت بريس كده نكون انتهينا من الدرس الثاني في السوركس. الدرس الجاي ان شاء الله هارت اند جريت فيزلز واخر درس المدياستينا.